أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت مع زوجها ركبوا الطيارة للسفر ولا يصلون إلى المدينة إلا بعد 3 ساعات عند دخولهم صلاة الظهر، هل يجمعون ويقصرون أو يؤخرون؟ ما داموا في الطريق فلهم الجمع والقصر، أما إذا وصلوا إلى بلدهم فقد انتهى السفر وانتهى القصر والجمع، يصلون كل صلاة في وقتها مع إتمامها. نعم. إذا صلوا في الطائرة جمعا وقصرا فضيلة الشيخ؟ نعم إذا كان تمكنون من نعم إذا صلوا في الطيارة جمعا إذا كانوا وقصر. إذا كانوا يتمكنون من الصلاة في الطائرة لهم مكان يصلون فيه فهو كما لو صلوها على وجه الأرض، يجمعون ويقصرون. نعم.